حتى ينكل بالشعب التونسي، ولكن ليتأكد شعبنا البطل الذي صنع تاريخا جديدا أننا لن نترك هؤلاء الحشرات وهؤلاء المتربصين بالشعب التونسي وبوطننا، لن نتركهم وسنتعقبهم، وكل مليم ذهب في غير ما رصد له سوف يسترجع الشعب التونسي. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. الرئيس قيس سعيد تحت ضغط امريكي بخصوص استقبال الاف 15، وهو الذي حول قوات خاصة الى قوات حماية للرئاسة. هذه للإشارة فقط، فهذا تطور غير مسبوق ناتج عن التخوف من محاصرة أي تظاهرات قادمة قد تكون بدعوة من الإسلاميين هذه المرة، أو على الأقل حركة النهضة. وهذا التخوف جعل من ما يسمى بالمؤسسات السيادية تحت حراسة القوات الخاصة بشكل مباشر، وهذا هو المتوقع بعد هذا الجدل الذي وقع ما بين الذين خرجوا كليبراليين من أجل تعزيز ديمقراطيتهم وتمكينها وإبعاد الإجراءات الاستثنائية، لأن هناك خطة طريق أصلا وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ومستشارها للأمن القومي مع الرئيس ولمدة ساعة، أو يسمى بمكالمة الساعة الكاملة 60 دقيقة. كل هذا لم يرغب قيس سعيد في اتباعه، وكانت رسالته واضحة أن السيادة لي لا أكثر ولا أقل، والقرار لي، ولا هناك ليس هناك أي شراكة في الموضوع. المسألة الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم إن اندفع الإسلاميون أيضا والمحافظون إلى الليبراليين على وجه التحديد واليسار، ورغم عدم التنسيق الحادث إلى حدود هذه اللحظة بين هذه الأطياف في معارضة القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد، فإن الأمر حاليا يذهب باتجاه المزيد من التحصين خوفا من خروج الوضع عن السيطرة، انطلاقا من توسيع هذه الجبهة باتجاه حركة النهضة ومواليها ومتعاطفيها. وفي هذه الحالة سيكون الوضع صعبا للغاية. بالنسبة لحركة النهضة، هي ربحت الكثير وكشفت الإجراءات الاستثنائية لقيس سعيد بأنها غير ديمقراطية ومن خارج الدستور، وهناك دستور الآن الإجراءات الأحادية الجانب والاستثنائية أصبحت هي الشرعة الدستورية حاليا عوض الدستور ل 2014. فالمسألة حسمت بالنسبة لنظام السعيد والوصول إلى الحفاظ على دستور 2014، بل أخذ يشكك في الانتخابات، وأخذ يشكك أيضا وسيبقى هذا التشكيك ساري المفعول إلى ما يسمى باللجنة التأسيسية، إلى ما يسمى بالمجلس التأسيسي. فكل الشرعيات اليوم تضرب بشكل كبير، وأصبحت لغة الشارع هي التي يعتمد عليها الآن قيس سعيد. فقيس سعيد لا يقول إلا بشارع مقابل شارع، وهكذا سنعود إلى ما أجله الجميع من حل للقضية التونسية، لكن الرغبة الكامنة وراء كل المخططين أن يكون هناك شارع مقابل شارع، وأن ذاك ستنتقل القيادة، قيادة المرحلة الاستثنائية، إلى الجيش، وهذا مطلوب فرنسيا ومطلوب أمريكيا في كل الأحوال. إذن قيس سعيد سيفقد السلطة قريبا، لذلك فالعملية حاليا إن ذهبت باتجاه تطعيم الشارع بمعارضين المحافظين، فهذا الذي سيؤدي بالأمور إلى صعوبة كبيرة. لن يتدخل الغرب إطلاقا إلا إن خرج النهضويون أو ما يسمى بحركة النهضة أو الإسلاميين إلى الشارع. هذا هو الصعب جدا، وهذا الذي سيعطي المبررة لقيس سعيد من أجل تمرير وشرعنة هذه الإجراءات الاستثنائية، فيما يمكن الحفاظ على النفس الطويل لهذه المرحلة الانتقالية بالمزيد من ضبط الإسلاميين وعدم خروجهم من الشارع،
وإبقاء الشارع الليبرالي في مواجهة الشارع الشعبوي، وهكذا يمكن الوصول إلى تفاهمات ولو جزئية، خصوصا وأن الضغط اليوم الفرنسي واضح أضيف مباشرة إلى الضغط الأمريكي. الضغط الأمريكي اليوم يذهب باتجاه المزيد من توسيع مصالحه العسكرية والأمنية بخصوص الاتفاق الدفاعي الذي أصبح اليوم اتفاقا استراتيجيا ابتلع تونس نهائيا من الناحية العسكرية، فيما الشركات اليوم والتكتلات بالنسبة لفرنسا ستزيد، خصوصا أن آخر ما نشرته أفريكا انتليجنس بخصوص بيرينكو وهذه الشركة العائلية الفرنسية التي هي تحت ضبط شديد من طرف المخابرات، لأن الشركة الأقل اختراقا بالنسبة لباقي الاستخبارات الغربية. بيرينكو كما هو معلوم لأنها شركة عائلية فهي محصنة من اختراقات المخابرات الأمريكية على وجه التحديد. وهناك الشركة الإماراتية النرويجية بيت رونار، هذه الشركة على العموم هي إسبانية أساسا، وهناك اليوم النرويج التي دخلت على خط مع الإماراتي إلى آخره. هذه الأسهم الأخيرة ونتيجة ما يحدث الآن، فإن الشركة الفرنسية الآن مع كل الشركات، إن كان يعتبر الوضع الأصيل بالنسبة لبيت رونار هي أنها إسبانية أو نرويجية إماراتية حسب الأسهم، فإن الشركات الفرنسية اليوم تتكتل بشكل كبير من أجل أن تكون في مقابل الإجراءات الاستثنائية التي يقودها الآن قيس سعيد، وهذا الذي يجعل من حكومة ضعيفة دون سند إلا سند الرئيس. ومن جهة أخرى فهناك حياد للجيش بشكل أكبر اليوم أمام الانقسام في الشارع، كلما زاد شارع المقابل شارع سيكون الجيش محايدا من أجل الوصول إلى تدخله في الوقت المناسب وقيادته للمرحلة الانتقالية بالعودة إلى دستور 2014 أو الذهاب إلى دستور جديد. لكن على العموم فإن الخطوات التي كانت مرتبكة من قيس سعيد يكشف معها الجميع أن هناك دعم فقط من قيس سعيد دون دعمه، بل تركه يحترق في مقابل شارعين، وهذا الذي جعل منه اليوم وبشكل مباشر يضع مواطنيه تماما كالقذافي. إن كان الآخر قد سماهم بالجرذان فإن قيس سعيد يسميهم بالحشرات. إذا معارضيه اليوم فقدوا المواطنة وأصبحوا مجرد حشرات، وهذا التطور في قراءة الوضع الحالي يجعل من قيس سعيد بعيدا جدا لا عن الأسلوب القانوني ولا الأخلاقي ولا غيره. لذلك فالأمور اليوم أصبحت تسوء أكثر والتصعيد أصبح أعمق بكثير، إذ سيكون بعد غد رد المعارضين له بأن يصفوه بوصف آخر، وهذا الذي جعل هبة البرلمان التي قصفت، هيئة الإشراف على الانتخابات قصفت، كل شيء في تونس تحت القصف السياسي وباسم الأخلاق. لكن في هذا الوضع فهناك انزلاق خطير جدا لمثل هذا الوضع الذي يجعل الرئيس لا يحكم إلا بجزء من شعبه، والإجماع فقده، ولم يعد اليوم قيس سعيد رئيسا لكل التونسيين لأن بعضهم حشرات. هذا الذي يجعل الأمور اليوم أمام الضربات الموجعة للغرب. الغرب لا يهتم للتطورات الحالية بعد أن وجد عنادا للرئيس عناد استثنائي بجميع المقاييس، هو يريد أن يصل إلى شارع مقابل شارع، وسيصل الأمر إلى ذلك إلا إن كانت هناك حكمة في وقف هذا الوضع والذهاب بعيدا باتجاه جعل هذه الإجراءات الاستثنائية تأخذ مسارها باتجاه الاحتراق، يعني أن لا يكون لها دور مستقبلا، وهذا الذي رآه بشكل جيد جدا قيس سعيد. ففي البداية أخذ من أن يحكم بدون حكومة إلى أن احترق الوضع واحترق وضعه وفشل،
ولذلك أحضر الآن حكومة لتساعده، وسيلعب هذه الورقة وهي آخر ورقة له. لذلك فالإجراءات الاستثنائية ستنتهي مع هذه الحكومة، ومجرد فشل هذه الحكومة سيعني الكثير. لذلك فهذه الإجراءات ضد حكومة ريستران بهذا المفهوم ومبسطرة بجميع ومركزة ومبسطرة، وأيضا وهذا المهم وضيق للغاية، هذا الذي سيجعل الأمر اليوم أن هناك ضيق أفق في التعاطي مع هؤلاء. لذلك فبالنسبة للشركات الفرنسية اليوم التي تتكتل، الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار ولكن بتكتلات، كل هذا للقول أننا أمام استراتيجية من الآن ينتظرها الآن الفرنسيون والأمريكيون، انقسام الشارع وأيضا دخول الجيش على الخط مباشرة لإنقاذ الوضع القائم. وهذا الانقسام اليوم التونسي الذي توضح من خلال شارع بشارع لن يسمح به الجيش ولن يسمح به الغرب، لأن المسألة بالنسبة اليوم لقيس سعيد الذي أصبح هناك شعب الحشرات وشعب آخر، شعب المواطنين الذين يقبلون الرئيس وإجراءاته وشعب الحشرات، فهذا هو التطور الذي لن يسمح به الغرب على وجه الإطلاق. وأمام فساد شديد للعبة الحالية، لأنها أفقدت المواطن مواطنته باسم المعارضة أو غيرها. اليوم هناك آخر سقف للمواطنة أخذ يدمر في تونس تحت عنوان أن هناك مواطنون وهناك غير مواطنين من داخل شعب واحد، وهذا الذي يجعل من الانقسام الحالي سيزداد. ولأن هناك فقط من يرغب في ضبط الوضع باتجاه إبقاء المحيط مؤهلا لتدخل الجيش. مهم جدا بالنسبة لهذه النقطة أن الغرب اليوم والجيش يسعيان معا إلى أن يكون الصراع اليوم، كان الصراع سابقا داخل المؤسسات، كان بين عبير وما بين النهضة، هذا الكل يعرفه، ولكن داخل مؤسسات، داخل قاعات، اليوم داخل شوارع. لا بد من ألا يفقد الغرب السيطرة على تونس، تونس بشارع شارع. لذلك فتدخل الجيش اليوم أصبح قرارا أيضا بعد أن كان فرنسيا. اليوم لن يستطيع قيس سعيد أن يذهب بعيدا باتجاه العمل مع الفرنسيين أو الأمريكيين في هذه المرحلة على وجه التحديد. اليوم يضرب قيس سعيد بالجميع، يضرب بكل ما يسمى بالتدخل الخارجي أو ما يسمى تحت عنوان السيادة بأن تفعل في المطبخ ما تريد، لكن الواقع هو أن هناك شعب آخر بين قوسين يسمى الحشرات لديه وجهة أخرى على الأقل لم يستوعبها ولم يحتوها الرئيس قيس سعيد. وكلما تطرف، كلما رأى الغرب أن يحاصر بشكل أكبر، صراع الشارعين لإبقاء الوضع على ما هو عليه ودفع الجيش مباشرة للتدخل. اليوم لم يعد هناك دستور للقول أن هناك ديمقراطية، ليس هناك مواطنة اليوم يشكك فيها الجميع، إذن لم يعد هناك شيء. هذا اليباب الذي أصبح اليوم في تونس يستدعي مباشرة إما البدء في مرحلة جديدة من الصفر قد تقودها القوات المسلحة، ولا خيار لشعب تونس إلا الذهاب مع الجيش لقيادة هذه المرحلة والدعوة إما إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تعيد الديمقراطية إلى تونس انطلاقا من دستور 2014 أو من دستور آخر. الوصول بالرئيس قيس سعيد إلى اعتبار جزء من شعبه حشرات هو الانطلاق المباشر لتكرار زعامة الشعبوية القذافي الذي يحكم الآن تونس على الأقل حسب هذه الرؤية. لذلك فلا حوار الآن، أول شيء قرره الأمريكيون لا حوار مع قيس سعيد إلا أن يطلبه،
لا أحد سيطلب الآن ورغم القمة الفرنكفونية في جربة سيطلب قيس سعيد من الفرنسيين والفرنسيون لن يتصلوا به. هذا هو الوضع الجديد وهذا هو القرار الدبلوماسي الذي اليوم نؤكد عليه، وسنرى أن الوضع القادم في تونس صعب جدا، لذلك فعلى الحكماء يضغط به الجميع على الرئاسة من أجل الوصول إلى حوار مجتمعي وحوار مدني وحوار مفتوح وحوار غير إقصائي أو استقطابي، والوصول إلى استراتيجيات احتواء في هذه العملية. على وجه التحديد إن تونس اليوم على حافة صعبة للغاية، لأن التشكيك في المواطنة وأصعب درجات أصعب درجات الانحراف السياسي، لأن الوضع اليوم لا يمكن لأحد أن يقول أن هناك إصلاح، لأن مسألة الإصلاح انتهت، ومسألة إعادة هدم كل شيء وبناء كل شيء هذه الاستراتيجية التي قد لا يقبلها الجميع، لأن المكتسبات كلها ضاعت على حد ما قالته ميركل لا ترغب في أن تستوعب أي مكتسب، وهي تخاطب قيس سعيد في مكالمتها التي سرب جزء منها، وهي قاسية أقوى من أن ننقلها إلى الشعب التونسي. لقد كانت الأكثر قسوة وقرعا والأكثر قرعا للرؤوس، وهي تنادي من أجل إبقاء على الأقل المكتسبات ولو تحت إدارة الرئيس، لكن أن تبقى المكتسبات الديمقراطية لشعب تونس وليس لحركة ولا لعقدة قد تتم ضد فصيل أو ضد جزء من الشعب. هذا الذي يمكن الآن نقله هو أن هناك قلق غربي، وهذا هو المهم كذلك شأنه بالنسبة لقيس سعيد في مخاطبته للغرب. الآن أصبح الوضع منعزل شديدا، اليوم أصبح منعزلا لا على روسيا ولا على كل أوروبا ولا على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على خطوات يريدها أن تصل رغم أنفها في طريقة الوضع الجديد الذي لن يجده الخليجيون إلا في الجيش التونسي. لذلك فقيس سعيد محاصر من كل جهة إلا من أنصاره. هذا هو الوضع الآن في مأزق حقيقي، خصوصا بعد الذي حدث وبعد أن أصبحت الحشرات التي انتخذ من أجلها عبادية يوسف عندما سمى العرب حشرات والفلسطينيين حشرات، اليوم فيه رئيس عربي يقول بالحرف بأن بعضا من مواطنيه حشرات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. We'll be right back.